ده احمد عبد القادر اللي كان واحد من النتائج المهمه اللي خرجت بيها مباراه الاهلي وانبي وتاهل الاهلي الى دور الثمانيه في كاس مصر. كمان الدبابه اليو ديانج لاعب مهم كشف عن قدرات كبيره جدا او واصل تاكيد قدراته. نشوف هذا التقرير. الدبابة يصول ويجول في منتصف الميدان كجواد عربي أصيل، يركض بطلاقة، يتخطى الحواجز، وعلى قدميه تنكسر غارات المنافسين، مما جعل الجماهير تشبهه بالنجم الفرنسي كانتي. إنه المالي أليو ديانج، الدبابة البشرية التي فرضت نفسها بقوة على تشكيلة النادي الأهلي. لديه تحكم كبير على الكرة ودقة في توجيهها وتوصيلها إلى زملائه في الملعب بكل دقة ومهارة. اللاعب صاحب 24 عاما قدم أوراق اعتماده إلى جماهير النادي الأهلي مبكرة منذ انضمامه لنادي القرن الإفريقي قادما من مولودية الجزائر، بعد أن تطور أداؤه بشكل كبير في القلعة الحمراء رغم المنافسة القوية والشرسة بينه وبين باقي زملائه المميزين في منطقة وسط الملعب. ونجح أليو ديانج في فرض نفسه على تشكيلة الأهلي في الموسم الماضي على مختلف الأصعدة المحلية والقارية والعالمية، حيث شارك دبابة المالية في 51 مباراة مع المارد الأحمر في جميع البطولات، ويعد الأعلى مشاركة بين صفوف الفريق، منها 33 مباراة في الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في السوبر الإفريقي وثلاث مباريات في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى 13 مباراة في دوري أبطال إفريقيا سجل خلالها هدفا. يمتلك ديانج مهارة عالية في إحباط هجمات المنافسين وتحويلها إلى هجمة قاتلة للأهلي، وهو ما ظهر كثيرا في الموسم الماضي نظرا لمهارته العالية وتمركزه الجيد وقدرته على قراءة الملعب بشكل مميز واللعب بطريقة السهل الممتنع، بخلاف ثقته الكبيرة في نفسه وثقة مدربيه في إمكانياته التي تجمع بين الأداء الراقي والقوة البدنية. وتوج المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي بخمس بطولات بين قارية ومحلية، منها لقب الدوري الممتاز مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة ومثلهما كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا مرتين والميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث في مونديال الأندية. وفي ظل تألقه اللافت للنظر مع النادي الأهلي، بات أليو ديانج أحد العناصر المميزة مع منتخب بلاده، وتم استدعاؤه للمنتخب الأول وعمره 17 عاما، ودافع عن قميص منتخب النسور هذا الموسم في سبع مباريات وسجل هدفا وحيدا، وقادهم للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة والتي ستقام في الكاميرون، ويسعى لتحقيق الحلم والتحليق بمنتخب النسور إلى نهائيات كأس العالم 2022. باشمهندس، لاعب مهم وكبير، هو أهميته أنه كمان شخصيته كويسة. الراجل زي ما أنت قلت لك كده مسلم نفسه، ما عملكش مشكلة واحدة، حتى لما جات له عروض وبتاع ما لمصلحة الأهلي. لمصلحة الأهلي. فاللعيب ده لو تطور بشكل تكتيكي هيبقى حاجة جديدة، هيبقى حاجة مرعبة.